دورنا في الأخبار ولقينا خبر آخر مهم جدا للتوانسة. خبر البارح حكيوا عليه برشا قنوات كيما فرانس 24 ويهم برشا توانسة ويمس برشا توانسة فينا. الشروق الصفحة 18 لامبادوزا إجبار المهاجرين على التعري ورشهم بالمبيدات. تفجر جدل الحدث هذايا اللي صار في إيطاليا وقت اللي تقتل ومات 350 مهاجر بلوتو ماتوا حارقين في قارب، لكن قناة الريونو بث التسجيل والتسجيل هذا قام به مهاجر من أصل سوري ورا فيها سيكونس كيفاش عملية التعذيب والتعرية والضرب اللي تعرضوا لها الحارقين من صبية صغار ورجال في معسكر اللاجئين، ومنهم المهاجرين هذايا منهم أفارقة سوريين والتوانسة. نشوفوا تو سويت الروبورتاج سويت للحرقة هذه. نجيبة ددش هي امرأة تونسية عمرها 52 سنة. نجيبة توفى رجلها وخليلها ثلاثة صغيرات، الكبير فيهم مرتضى. نجيبة جيتنا اليوم في عندي ما تقولك باش تحكي لنا كيفاش ولدها مرتضى المتحصل على شهادات عليا بيعت كل شيء على خاطره، بيعت ذهبها وبيعت دارها وبيعت برشا حاجات على خاطر مرتضى اللي حرق اللمبادوزا. ولحد الآن نجيبة ما عندها حتى خبر على مرتضى. نسمعوا نجيبة اليوم في عندي ما نقول لك. مشاهدينا الكرام أو في قناة منجية مساء الخير ومرحبا بكم في برنامج لي قول لك. نحب نشكر شكر خاص للسادة المشاهدين التوانسة الكل اللي في ديارهم لأنهم اختاروا برنامج لي قول لك. قبل ما نشوفوا الحكاية واللي باش نحكيو عليها نحب نقول اللي هو أخيب شعور كي تبدأ الأم بعيدة على كبدتها كما مدام نجيبة اللي ولدها حرق مع ثلة من الشباب التونسي. المشاكل هذه تخلي مدام نجيبة تجيب حذانا في الأستوديو. إذن نستقبل مدام نجيبة ددش. عسلمة مدام نجيبة. عسلمة أخوي علي. عسلمة مرحبا بيك. مرحبا يعيشك مدام نجيبة. أخوي علي كيفاش باش نفصل لك؟ وقتها هي بالسبت ولا بالجمعة ما نذكرش بالضبط، شعات الكانون نظمت الدار، نلقى البارابول ما يخدمش، حطيت تورنفيس في التلفزة وبديت نفرش فيك الأربع شينات ندور منا من غادي، عاد كحطيت رايون ولا رايدو دي واحدة من الرايات مانيش متأكد انه منهم، نلقى واحد ولد حومتنا يصوتوا فيه وهو ولد شقف مرتضى ولدي. مدام نجيبة اش معناها ولد شقف؟ معناتها حرق وفرد شقف خويا علي بلغتك انت، معناتها حرق في نفس البتاء. نفهم فيك. وبعد عاد سمعت الأخبار في الراديو وسمعت الأخبار في التلفز اللي حارقين، قالك مشي ومسكنا كلهم يرشوا يعروهم وبعدين كرشوهم بالموبيتات الصودين. سامحني مدام نجيبة شنية موبيتات الصودين؟ ما نعرفش كيفاش بيصل لك خويا علي في الطاقس، علاش يخش بهم ولادنا خنافس مرتضى وردي الاسمر الجذاب شبيه يخي، علاش هكاك يتخلوا جربوا ما لا حاله هذيا. اسمعني ما تجيش الكلام هذايا، ما تجيش الافعال هذوما يعملوا فيها براهم. يكملوا هكا تو بالفليتوكس يكملوا ياكلوهم بالديدتي ويرتاحوا ما لا حال. تي هما حرقوا خويا علي على خاطر في تونس ديجا عريوهم يا اخي، كملوا غاديك يكملوا في الطليين تدي عروهم ويضربوهم. تو سامحني يا حكومه تو شوف غلطوا في كل شيء، غلطوا في العظم وغلطوا في الدجاج وغلطوا في اللحم وغلطوا في اللحم. ليه الحمام ما غلطوش فيه؟ الحمام والبشكوت وديما بليش وهو طبعا قال لك ولي عطيو 20 دينار كي ياخذوا جمله واحده. نفهم فيك مدام نجيبه، ما انت علاش جيت لهنا للاستوديو في هذا البرنامج لا يقول لك؟ خويا علي انا جيت هوني باش الحكومه تطلب مني السماح. إذا مدام نجيبة قدام 10 ملايين تونسي يرفع الستار قدام الرباعي اللي حاضر معانا، كل من سي منصف المرزوقي سي راشد الغنوشي سي علي لاريض وسي مهدي جمعة رئيس الحكومة الجديد، يرفع ولا لا؟ سي علي سامحني في التوكس راهو ما شنو نرفع الستار؟ نرفع عليهم حاجبي اي بوتيتر، نرفع يدي نرفع خشمي، اما باش نرفع الستار لا سامحني، ستار مغلق حاليا بسلامة.
اوكي بالسلامة. كانت هذه المستجدات اللمبدوزة وكيف كيف العائلات التونسية.